السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم سلوى المطيري. أنا جتني رسالة شوي غريبة، واحد تاجر قال لي إنه يبي على حسب كلامه عبدة وجارية، وإنه ما راح يقصر وهذا، وإنه بالإسلام محلل هذا الشيء. صحيح كلامه، هو الريال ما كذب. فموضوعه ذكرني موضوع قديم، يعني موضوع هذا قبل سنتين يمكن. كنت اعمل مع شخص، هذا شخص يعني ما شاء الله لساته شباب، فشنو كان كثير يعني يعرف نساء، فكنت يعني مشفقه لوضعه وكذلك مخلصه لعملي. فسبحان الله يعني سنحت لي فرصه اني ظروف اني ازور مكه. فلما زرت مكه طرا علي هو يعني على وضعه وهذا، لان يعني المهم، فدقيت على المفتين في مكه، فقلت لهم عن وجهت سؤال عن يختص فيه، قلت انه عنده حلال وعنده خير ويعني يحب النساء. فقلت شنو قانون الجواري؟ فقالوا قانون الجواري، يعني قال لي المفتي قانون الجواري انه لازم تكون دوله مسلمه غازيه، دوله مسيحيه، أو دولة غير ليست على دين الإسلامي، وأسرى، يعني لازم يكون أسرى حرب. يعني قلت هل هو حرام؟ قال لا، بالدين مو حرام، الجواري ليس بالدين حرام، بالعكس الجارية قانونها غير عن قانون الحرة. الحرة عورتها جسمك كلها إلا وجهها ويدها، اما الجاريه من السرة وتحت، يعني تختلف عن جدا عن الحره، والحره لازم بعقد زواج، وهذا الجاريه لا، فقط يشتريها وخلاص كانها يعني تزوجها، فتختلف الجاريه عن الحره. طبعا هم كذلك هنا بالكويت سالت ناس مختصين متدينين وهذا، فقالوا لي يعني قالوا لي صح، مشكلة استغفر الله يا ربي الرجل الملتزم او الرجل الدين، يعني مو الا ملتزم حيل، يعني كل رجل سوي بدينه يعني ويكون عنده خير، الحل الوحيد انه لازم يكون عنده يعني اذا يريد ان ياتي نساء بالحرام، يعني اذا كان يعني مبتلى بالفتنة، انه يعني هذا هو الموضوع، انه يعني يشتري جواري. فأنا يعني شايفة إنه يعني يا ريت بالكويت يسن قانون يعني لهذه فئة الناس يعني الجواري. وأنا كذلك بالكويت شفت حالة إن واحدة يعني من دولة، يعني إن شاء الله هذه ما أشبهها بأنها جارية، بس مرت عليها هذه الحالة إن أهلها تخلوا عنها وهذا، فراحت سكنت عند واحدة واحدة كويتية، فيعني كانت تطبخ له وكانت تقوم بأعمال البيت وتساعدها. فأنا نظرت إليها يعني قلت سبحان الله، وضعها كأنه وضع الجارية، فهي تقول مو أحسن أبات بالشارع أو إني أمشي بالحرام؟ الله الحمد لله يعني قاعدة ببيت وهذا مستورة، لأن أهلها تخلوا عنها والله يستر علينا عليها. فيعني استغفر الله عما يغضب وجه الله. انا صراحة اتمنى ان يسنون قانون لهذه الفئة ويفتحون يعني الباب لهذا، مثل ما فتحوا باب الخدم المكاتب وهذا، يفتحون باب الجواري ويسنون قانون صحيح. يعني احنا ما نبي عيالنا يعني يضيعون بالهاوية، استغفر الله يا ربي، اللهم اني اسالك واتوب اليك، بالزنا والقاذورات هذه. وان شاء الله يا ربي يا كريم خير. وانا الصراحه انا الدول اللي اشوف انها يعني مثل الشيشان اللي هي بينها حرب وبين دوله ثانيه، اكيد في 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 اسرى، فروحوا اشتروا هذول الاسرى، يعني مو افضل يذبحهم الجوع هناك؟ روحوا اشتروهم وش اسمه شغل هذا وبيعوهم على هني التجار بالكويت، احسن من التجار يقعون بالحرام. او فما ما فيها شيء، انا شايفه ما فيها شيء. واكبر مثل بانه كان عنده كثير من الجواري هارون رشيد، لما توفى وجدوا عنده 2000 جاريه، فمو عيب ولا وكانت عنده زوجه واحده فقط،
فمو عيب ولا حرام، يعني شريعتنا محلله الشيء هذا، والحمد لله الكويت يعني فيها كثير من التجار واللي ملتزمين، واتمنى الكويت للافضل ان شاء الله.